أمير. ليتني هلا قطعت لك طريقك. هون مدخل البناية. تعي نحكي هونيك معناتها. أنا رح مر لعند بيت تولين. بعد شوي رح يجي أستاذك الجغرافيا. ها؟ جانسو؟ الجرس اللي تحت يمكن ما عم يشتغل، فحتنطري على الشباك وبس تشوفي إنه أستاذك إجا بتفتحي الباب، مشان ما يفكر إنه ما في حدا بالبيت. ما كان ناقصني غير انطر الأستاذ على الشباك كمان. هلأ بدك تعطيني جواب فريح، إما رح ترفضي أو رح تقبل، مشان اللي بيناتنا. يا أمير الله يخليك روح. ما رح روح يا فريحة، قطعت لك طريقك وجيت على بابي. بقى شو ما قلتي معك حق، بس هلأ فورا بدي جوابه. هلأ ليش عم تتصرفي مثل كأنه ما في شيء أبدا؟ لأنه أنا ما بقدر. شو اللي ما بتقدري عليه يا فريحة؟ عم تهربي مني؟ شو مفكرتيني لحتى عم تهربي؟ بلاي بوي؟ واحد انتهازي؟ شو؟ ولا واحد منهم. السبب مو متعلق فيك. معناتها شو يا فريحة؟ عم بسألك آخر مرة، بدك تبقي معي؟ فريحة تطلعي فيي، بدك تبقي معي؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.